حذر الناشطون في حي برزة الدمشقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية لآلاف المدنيين جراء استمرار قوات النظام في إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الحي. ويعاني سكان برزة حصارا خانقا منذ أكثر من 60 يوما وسط نقص كبير في المواد الغذائية والطبية. هنا في حي برزة بدمشق يشق الحصار طريقه ليعلن عن بداية مأساة إنسانية. لأكثر من 60 يوما يصارع آلاف المدنيين داخل الحي حصارا خانقا فرضته قوات الأسد بإغلاقها جميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة. يا أخي أنا بطلع من الصلاة الصبح بحمل حالي بروح لدور لي على كيلو طحين، على شوية سكر، على غلوة شاي، على شوية فول، على إجن وجد الطحين، إجن وجد الكيلو ب1700 ورقة. هاي إجن وجد بيعطونا كباية أو ما بيعطيك، أو إجن إلك أخت هون تعطيك، أو إجن شرفي عزيز. ما في لا خبز لا في أكل لا في شرب، ما في غير إنا رحمة الله. ويقطن حي برزة 150 ألف مدني ويعد شريان حياة لأحياء تشرين والقابون وغرب حرستة التي يسكنها ما يزيد على 200 ألف معظمهم نزح من غوطة دمشق الشرقية، إذ يعتمد أهالي هذه المناطق على المدخل الوحيد الذي يربط برزة بالعاصمة دمشق للتنقل والحصول على كافة مستلزماتهم، وهو مدخل أوصد تماما في وجههم ليخيم عليهم شبح الحصار والجوع من جديد. وبعيدا عن النقص الكبير في المواد الغذائية، يظل لهيب نفاد المواد الطبية والإغاثية يلفح وجوه المرضى والمدنيين. الصيدلية يعني صار عليها ضغط كبير كبير بعد ما تسكرت الصيدليات الثانية، على مستوى انه موضوع الأدوية الضغط الموجودة عندنا يعني شبه خالصة، يعني بنسبة ضئيلة جدا وما بتغطي كل حالات ارتفاع التوتر الشرياني، وأدوية السكر الفموية كمان شبه خالصة، وعندك يعني الأنسولين مقطوع عنا، يعني انفقد على الأخير عنا الصيدلية ما عاد كان فيه، يعني مرضى الأنسولين بحاجة. وكما عودنا النظام فأسلوب الحصار بات معروفا لخدمة أغراض التهجير، وفي هذه الحالة لتطويق محيط العاصمة دمشق، لواجه بذلك سكان برزة معاناة بدأت ملامحها تظهر في جدران وأبنية الحي.